كده منك عم بتطلع عليكم بنفس الموعد. اليوم ضيفتي من عالم التمثيل، شفتوها بكتير اعمال ومن ابرزهم اسماء من الماضي، وهلا اخيرا سر وقدر رح تكون عم تشارك فيه، ممثلة تينا طبارة. هاي هاي رتا، كيفك؟ منيحة، وانت كيف؟ الحمد لله تمام. يعني انت مشاركة بكتير اعمال، قلت لك منهم انا اسماء من الماضي وسر وقدر، لان هول انعرضوا اخر شيء صح؟ سر وقدر خلصنا تصويره من شي جمعة، وان شاء الله حنعرض قريبا على ال بي سي اي. مزبوط. وكمان عم شاركت بعرابة بيروت، رح تنزل قريبا على منصة شاهد. مزبوط. وفي كمان عنبر 6 الجزء الثاني هلا ب 12 اكتوبر، مثل ما كلكم حضرتوا بالدعاية مبينة. ومؤخرا كمان شاركت بعشرة عمر، الزوجة الأولى، الزمن الضائع. طب بين عمل وعمل شو بيفرق معك الكاركتر؟ يعني على طول بتحسي حالك عم تعملي ذات الأدوار، إنه ذات ما بعرف ذات المحتوى عم تقدمي؟ أما لا لا أبدا، كل كاركتر شكل، كل كاركتر أنا بس يعرضوه علي بكون أنا أوريدي كسبت خبرة ونضجت أكثر، فكل واحد يعني بلعبه حسب هو شو متطلباته وأنا شو كسبت وتعلمت. بعالم التمثيل مين مثلك الأعلى؟ يعني مين مأثرة أكثر شيء؟ عربيا ولا أنت؟ عربيا في حدا بيلفتك أما بتحس إنه عالميا أزبط؟ الاثنين سوا. الاثنين مثل مين؟ مثلا لبنانيا كثير بحب نادين الراسي، كثير بحب ماجي بوغصون، وعالميا ميريل ستريب. شو عم بتتابع مسلسلات مؤخرا؟ عم تابع على شاهد كريستال، كثير حلو. حبيتيه؟ كثير. مين لفتك اكثر، اداء باميلا الكيك اما ستيفاني عطله؟ اثنيناتهم. هلا باميلا الكيك يعني ما بنحكى على ادائها، معروفه هي كثير شاطره، وستيفاني عطله يعني عن جد شو هالطبيعه اللي عندها اياها والتمثيل الحلو. قد ايه برايك المنصات اثروا على التي في؟ يعني هلا عم نشوف كل هالمسلسلات عم ينعرضوا على المنصات قبل ما يرجعوا ينعرضوا على التي في. هلا اكيد اثروا، بس التي في بضل في له جمهوره والمنصات له جمهوره. انت شو جمهور مين اكثر؟ اثنين سوا. اثنين سوا بتلحقي عليهم اثنيناتهم. طيب اذا بدنا نحكي شوي عن الفيلم الرعب يلي شاركتي فيه بتركيا. مزبوط. خبرينا شوي اكثر عنه وكيف تاخذتي هيك دور جريء، يعني فيلم رعب عم نحكي. هذا الفيلم انا صورته بال 2015 وانعرض بال 2017 وترجم لكذا لغه وموجود هلا على اليوتيوب وعلى كذا منصه. صراحه انا كنت كثير سافر على تركيا وكنت اعمل كاستنجز هنيك وحبوني يعني وحكيوني. تحكي تركي كمان؟ اي نعم. ايفيت. ايفيت. ايه حبوك واختاروك تتنقل. واختاروني ورحت صورته 40 يوم، كانوا صعبين بس حلوين. حلوين بتتذكرين على طول؟ اكيد. لكن رح نروح على اول فقره بحلقتنا وهي وهم. تينا طباره، هلا رح نشوف كذا جمله، انت بدك تقولي لنا اذا صاروا معك او ممكن يصيروا معك او نو واي يصيروا وهم بكونوا. أول جملة، تينا طبارة تطلق روبو يعمل على الذكاء الاصطناعي يشبهها. شو رأيك بالاي اي؟ هلا بالتطور يعني في كذا شيء بده يعملوه ويصنعوه وما في مهرب منهم، بس لازم نكون واعيين على مساوئهم وما نخلي الروبو ياخذ مطرح الانسان، لانه بالنهايه ما في شيء احسن من الانسان. بس انت ما يعني بتشجع الاي اي؟ عم نشوف كثير هلا عم بسوقوا ضده خاصه بالمدارس. هو يعني ما بدي كذب عليك بينخاف منه، وانا يعني كمره مزوجه وعندي اولاد. مزبوط. وبخاف على اولادي. الله يخلي لك اياهم. تخاف عليهم من هذا الموضوع؟ اكيد. طيب يعني هذا وهم، نو واي نشوف يوما ما روبو على شكل تينا طبارة. صراحة نو واي. نو واي. خلاف بين ممثلة معروفة وتينا طبارة في موقع التصوير، شي مرة صارت معك؟ لا والله. ممكن تصير إذا حدا استفزك بتطولي بالك وبتقولي إنه أنا هلا عم صور أنا بالشغل ما فيني أحتك 100%، أنا بالشغل كثير بروفيشنال، يعني إذا عدوي بوجهي بصور معه عادي. وإذا في شيء بس ما بظن حيكون شيء محرز. شي مرة كنت على الست وصار شي مشكل معين؟ لا أبداً.
كله مسالم. انا حدا كثير مسالم والكل بحبنا الحمد مزبوط. لله. طب سحب الدور من تينا طبارة واعطائه لممثله ثانيه صارت معك؟ ما بعرف، ما بظن، يعني اذا صارت يمكن من ورا ظهري من ورا بلا ما تعرفي. بلا لا ما يعني ولا مره انعطيتي دور، يعني خلص قريتي وعم بتحضري قبل ما تمضي الكونترا رجع انسحب منك عطيوه لممثله ثانيه؟ ما بعرف، بس هو بمجالنا هيدا يعني هول قصص بتصير، ممكن كثير ينعطى دور يتغير بالنص، ممكن كثير ينعرض علي دور يرجع يروح لغيري، او يكون معروض على غيري يرجع يجي لإلي، هول اشياء محتمله. طب شو اللي بيزعجك بلبنان بهيدا الموضوع؟ بما انه انت صرت قاطعه بكذا عمل، بتحسي في شيء على طول بيتكرر وبتحسي انه يمكن يكون ان بروفيشنال بموقع معين؟ يعني انا مثلا بفضل انه النص يكون مكتوب خالص ومعمول الاخراج تبعه من الجلد للجلد خالص، وبعدين ينعرض على الممثل وكل شيء يتم الاتفاق عليه يتنفذ، ما يتم فيه تغيير بعدين. انه عاده يعني يمكن بناخذ دور بتبلش فيه بيرجعوا بغيروا النهايه، او بيكونوا كاتبين يمكن نصه ومش مكملينه، فبقى ما بتعرفي انت شو النهايه. طب ليه ما بتشارطي معهم باول الطريق انه انا بدي اعرف شو النهايه؟ لانه هيدا عن جد بتصير يمكن كثير. ما هي المشكله انه يمكن اوقات ما بتكون بايدهم هن، يمكن بتكون بايد التي في او المنصه اللي هن بايعينهم العمل. اوكي، لكن هيدا ممكن تصير برايي. ايه ممكن. مصادرنا تقول ان اولاد تينا طبارة طلبوا منها الاعتزال. لا بالعكس، هن بيفتخروا فيي. بيدعموك اكيد. ما مش ممكن يغيروا رايهم مثلا؟ ما بعتقد. اذا مثلا صار لك فرصه هلا تروحي ترجعي تصوري تصوري بتركيا، بتعرفي انت انه المسلسلات بتاخذ وقت كثير، يعني ممكن تقضي سنه برات لبنان، ممكن تعمليها؟ ايه ممكن. كرم تينا طبارة تطل في كليب احد النجوم. ايه اكيد بتشرف. بتحبه؟ اكيد. احد المنتجين يتحرش جنسيا بتينا طبارة. كل شيء وارد بهيدي الحياة. صارت شي مرة؟ لا لهلا بعد. لهلا بعد؟ لا. بتحسيها انه بتصير كثير بهيدا الدومين؟ ما بحس، لانه انا حاطة حدود، يعني ما بحس حدا حي لا مش يتجرب. معك انت هي هيدي الشغلة بتصير ضمن الدومين، يعني بينحكى كثير انه الدومين بيقولوا لك انه منه كثير نظيف ولازم تنتبهي اول ما بدك تفوتي عليه. ليك التحرش الجنسي بصير بين اي شخصين، يعني المتحرش جنسيا موجود وين ما كان، ان كان بدومين التمثيل وان كان بغير دومينات. اوكي، بريك صغير انا وتينا وبنرجع لكم. ورجعنا بعد البريك ومثل ما شفتوا معنا الممثله تينا طبارة. تينا هاي عن جديد. هاي اجين. كيف حبيت الحلقه لهلا؟ كثير حلوه. شو الاصداء؟ هلا يعني على البريك عم يحكونا على الواتساب عم بيقولوا لي شهيدا شيء كثير حلو. خي 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 يلا بدنا نكمل، وهلا حماس اكثر شوي رح نروح على فقره التوب 5. بدك تعملي عزيمه وبهالعزيمه ممنوع اكثر من 5 اشخاص. بس نحن رح نعطيكي اوبشنات، في عندك كذا طاوله، من كل طاوله بدك تختاري شخص تيكونوا على الطاوله اللي انت بدك تعزميهم. انت شو بتفضلي، غدا ام عشاء؟ انا صراحه بحب ما بين الغدا والعشاء، بحب على الساعه هيك شي 5 بعد الظهر. طب بتحبي تنعزمي اما يعزموك؟ ايها بتحسيها اهين؟ هلا هو اكيد اهين انعزم، بس مش غلط كمان اعزم. اوكي، انت بتحضري الاكل؟ اي نعم. رح نشوف اول طاوله. اول طاوله هي من مسلسل اسماء من الماضي اللي كنت مشاركه فيه. عنا جو صادر، ناتالي حماوي، جوي الهاني، جوال فرن، وطارق أنيش. بدك تختاري منهم شخص واحد. اف كلهم بعقده. شخص واحد. هلا انا باسماء من الماضي اغلب مشاهدي كانوا مع ناتالي حماوي. فبعزمها دكتور نهله. ناتالي حماوي. ننتقل على ثاني طاوله. عشرة عمر. مريتا الحلاني، خلود صوان، بولين حداد، زياد صابر، وجورج قسطى. كمان بدك تختاري شخص واحد يكون معنا تالي حماوي على الطاوله. بختار مريتا. مريتا؟ ايه. بتحبيها لمريتا؟ كثير. شي مره كان في بالمسلسل مشاهد معها دغري بال ايه كان عندي، كان عندي مشاهد. كيف كان التعامل معها؟ بقول عنها انه ما بتشوف حالها ابدا وكثير متواضعه.
صح، وقلبها كثير طيب وقريب من القلب. راح نشوف ثالث طاولة عن بار ستة، بيير داغر، إلي متري، تاتيانا مرعب، رانيا عيسى ورنين مطر. أنا صراحة بحبهم كلهم، بس أنا أكثر شيء صحبة مع إلي متري. إلي متري صحبة معه. بيلبق له دور البطولة برأيك لإلي متري؟ أكيد من أشطر الممثلين. مظلوم بتحسيه أم لا؟ اللي أخذ حقه ضمن الدومة بيستاهل أكثر أكيد. بس انه الاشياء اللي عم يحصل عليها كمان نوت باد، وهلا حضرته بكسره قلب على نتفليكس بعقد. اوكي رح نشوف لك انا رابع طاوله، الزوجه الاولى. جوي خوري، نور غندور، مازن معظم، جيهان خماس، ونانسي افيوني. صار عندك على هذيك الطاوله الي متري، ناتالي حمو، وماريتا. صراحة أنا في صداقة قديمة بتجمعني مع مازن معظم، فبنقي مازن معظم. مازن معظم. خامس طاولة والأخيرة من مسلسل والتقينا، وجه صقر، رودريك غصن، نيكول طعمة، إليشا لوحي، ورولا شمية. اف نيكول طعمة. ليه اخترت نيكول؟ لأنه بكل بساطة هيدي المخلوقة بتعقد كتير مهضومة، وحتى بعشرة عمر كان في مشاهد بيني وبينها لذيذة جدا. حبيتيها كثير. طب من كل هول الأسماء اللي قلت لك إياهم، في حدا ما بتعرفيه وبتحبي تتعرفي عليه؟ أما ترجع تعيد تجربة التمثيل معه دغري ديراكت؟ صراحة كثير بحب رولا شامية. حسيتيها نجحت بالدراما؟ إيه حبيتيها بالدراما مش حبيتها. بالكوميك بتحسيها أكثر؟ هي رهيبة بالكوميديا. وبظن انه بتعطي كثير كمان بالدراما. بالدراما. ايه. رح ننتقل على الفقرة الثالثة بحلقتنا وهي واتساب. مسجز كثير بيوصلوا لنا على تليفوننا على الواتساب، اللي هن رح نبلش بأول جملة، شيلي صورتك على الانستا، أنت عادة أحلى. بيوصل لك هيك كومنتس عادة أم هيك مسج على الواتساب؟ ايه بيوصلني يعني، بس انه كل واحد بيحكي شيء بيعبر عن نفسه. طب شو بتجاوب عادة إذا حدا قال لك هيك؟ ما بجاوب. طب إذا حدا من قرايبينك وحدا بخصك كثير ونو واي يكون عم بيحكي بس تيحكي، يمكن مظبوط الصورة اللي أنت منزلتيها منا حلوة وأنت أحلى بالحقيقة، أو قال لك شيليها. أوكي إذا حدا بعرف إنه هو بهمه مصلحتي وعم بيقول لي إنه هالشيء كرمالي، ايه أوكي أكيد بشيله. أوكي. فيك تترك التصوير وتجي انا عامل ديبرسيون. ديبرشن حسب مين بتترك التصوير؟ اذا الشخص اللي عامل ديبرشن اهم من التصوير، يعني مثل جوزي او اولادي او امي، ايه اكيد. بس انه الديبرشن فيها تنطر يمكن تكنت خلصت التصوير، ما بتقولي لهم يلا شوي بجرب سابع. حسب سبب الديبرشن. سبب الديبرشن. طيب قومي من النوم، إذا حدا عم بيبعث لك قومي من النوم وأنت نايمة أصلاً، يعني إنه بتوعي لقيتي إنه حدا بعث لك مثلاً من ثلاث ساعات قومي من النوم. إنه بتحطي ألارم عادة؟ يعني إذا إيه؟ عندك موعد بتوعي دغري على الألارم أم قبل بتكوني مجهزة حالك؟ لا دغري بوعي على الأذن. بوعي على الألارم. يعني هيدا المساج ممكن يوعيك؟ إيه ممكن. شو عاملة اليوم؟ قد ايه بتنسألي هيدا السؤال؟ اوهو كثير. بتحب تقولي للكل مثلا شو عم تعملي؟ صراحة يعني أنا بلاقي في قصص أفضل خليها خاصة لإلي. بتنظمي نهارك أما كل شيء بتركيه بوقت وصير؟ حسب، يعني في قصص بدها تنظيم وفي قصص بتركها مثل ما هي. أنت ليه ما بتخبري شو بدك تعملي؟ بتخافي يمكن من صيبة العين؟ لا بس انه هول اشياء لإلي انا، انه ليه بدي اخبر العالم يعني. بس انت اجمالا بتخافي من صيبة العين؟ انا ما بخاف من شيء طالما الله موجود. ما بتأمني فيها يعني؟ يعني هو لا تما كذب عليكي في صيبة عين بس في الله. اوكي في كارما. ايه كمان. تأخرتي على الكول قد ايه بدك وقت؟ يعني انت عسدت التصوير شي مره تاخرتي واضطريتي حدا يبعث لك هيك مسج يقول لك انه تاخرتي وين صرتي؟
صار معك شي ظرف خليك تتأخري؟ لا والله ولا مرة صارت. أبداً؟ أبداً ولا مرة يعني بعثوا لك وقت؟ لا لا أنا على طول بوصل على الوقت. وبتتأخري؟ يعني إذا تأخرت مش أكثر من 5 دقايق. أوكي. رح نروح هلا على فقرة تيك توك تايم، بس قبل تيك توك تايم ناخذ بريك صغير وبنرجع. ورجعنا بعد البريك ووصلنا لفقرة كلكم بتحبوها وبتنطروها وبترجعوا بتشوفوها عنا على السوشيال ميديا وهي تيك توك تايم. تينا بتعصبي عادة بالحياة؟ إنه إيه عصبك كيف؟ خصوصي بهيك بلد. لا في اوقات بعصب كثير. شو اللي بعصبك اكثر شيء؟ السواقه مثلا؟ اوف السواقه بالبلد يا ويلي. طيب اذا انت كنت عم تسوقي هلا وكسر عليك حدا اما قال الاخلاق، بتعرفي هي السواقه بالنهايه اخلاق. بتكرفتي؟ ما بعرف شو بتعملي. ايه الله يستر. بتسبي عادة؟ ممكن تطلع مني. ممكن؟ ايه. طيب فقرة تيك توك تايم، انت معصبه كثير اوكي وعم يعني معصبه وطالعه طلعتك بالتعصيب، شو بتقولي؟ أوكي. شو بتحكي؟ بذات الوقت انا رح اكون عم بقطع لك كلمات ضمن التعصيبه تبعيتك بدك تقطعي هالكلمات. أوكي. ممنوع توقفي حكي ابدا وكل الوقت معصبه. أوكي. بدك تفرجينا قدراتك بالتمثيل هلا بالتعصيب وعلى كاميرا المخرج ربيع الحلو. اوكي ماشي. يا بلا بربا يا بلا اخلاق، لا كيف تقطع عني ولا خلاص صوره وجهي ما رح تشوفها. صوره وجهي ما رح تشوفها بليه، صوره وجهي ما رح تشوفها لانه بدي اقوم هلا اضرب كف عينيك. مين مفكره حالك؟ مين مفكره حالك؟ مفكره حالي احسن منك واحسن من كل اللي بيتصرف هيك وليه؟ وعاء 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 لخليك تندم. لخليك تندم على الحليب اللي رضعته من امك. العالم العالم. واو يعني يا ريت بعد كاتب شيء. برافو عن جد. واو هيك بتعملي؟ ممكن تعملي هيك على الطريق؟ ممكن. ممكن تعملي اضرب؟ ايه ممكن. تضربي؟ يعني إذا هيك بتعملي يعني ممكن تضربي. أنا هيك بلاقي. أنا ما بتعدى على حدا، اللي بيضربني بضربه، إذا قادرة أضربه بضربه، إذا ما قادرة بهرب. طيب خلينا هلا سوا نروح على فقرة كاتشاب. رح نسألك هلا أسئلة، شو بعدك معصبة؟ قد إيه عصبتي أنت هلا مظبوط؟ كثير. إيه قد إيه الواحد هو عم يمثل لازم يعيشها تيقدر يطلع منه هيك؟ ما أنا عشتها عشتيها. طيب رح أسألك أسئلة بدك تجاوب عليهم بسرعة. ممثلة مصرية بتتابعي لها مسلسلاتها أو أفلامها؟ يسرى. شو بتحبي لها أكثر شيء؟ صراحة ناسية. ناسية. طيب دور بمسلسل ما يعني ما مثلتيه وبيلفتك كثير، يعني بتحبي كان انه هذا الدور انت تأديه وحسيتي حالك انه اذا انت اديتيه رح تكوني عم تأديه بطريقه مختلفه؟ بحب كثير ادي دور طوكيو بلا كاسا دي بابيل. واو. طب اذا ما نحكي هون بلبنان، مسلسلات انعرضت بلبنان يمكن انت مثلتي فيها دور ثاني غير الدور اللي انت كنت تقولي يا الله بس ده وهذا الدور لإلي، شو كنت بينت قدراتي؟ كريستال مثلا عم تتابعيه هلا؟ ايه كثير قلتي لنا عم تتابعي. اي دور بتحسي ممكن تاديه بطريقتك وعلى طريقتك؟ ممكن دور في. حبيتي دور في لفاتي؟ كثير. مع انه كمان دور باميلا حسيته بيلبق لك اكثر كمان بعد هالصريخ هلا. كمان. كمان. طب احلى بلد عندك بعد لبنان؟ تركيا. ستك من تركيا؟ ستو لبيك. ستو لبيك ومن وراها انت تعلمت اللهجه التركيه. مزبوط. اللغه حكينا شيء. قلتي لي ايفات اول شيء انا بفهمها هيدا. مرحبا نصلسن هاي كيفك؟ شك جزلسين سنيت شك سيفيروم هيدي بحبك كثير. ايه شك تشكر الدريم. يعني شكرا كثير.
هيك يعني. شونور عم بحكيك بالارمني هلا، عم لك شكرا كثير. شونور هاجاجين. انا بالارمني بعرف باريف انش بيتساس ويسكزيكي سيرام. اوكي طيب، كم وقعه بتاكلي بالنهار؟ مش وقعه يعني بتوقعي، كم وقعه؟ فيها تكون وقعه، انت شو؟ يعني لا الحمد لله بتحافظ على رشاقتك، ما بتطلع مني حتى انا هالكلمه. بحاول حافظ على رشاقتي قد ما في، بس للاسف في اوقات ما بكون فاضيه. بس بحاول قد ما في انه اعمل سبور بالبيت او روح اتمشى شي محل. وبعمل دايت. طب وقعه، وقعه مش الاكل، وقعه يعني مثلا توقع كثير تتفركشي؟ لا الحمد لله، فيك ما تقولي الله حامينا. اوكي، ممثل لبناني شاب مش اخد حقه. يعني كان حكينا عن إلي مترو، قلتي لي انه بيلبق له البطوله، حدا غيره بتحسيه انه بيلبق له النجاح ومش عم تزبط معه، منه اخد حقه بعد؟ فيك تقولي مره بس. اوكي، بحس جو صادر صار الوقت انه يبلش ياخذ بطولات بغير مسلسلات عربية. بس جو صادر اخذ بطولات بلبنان كذا مسلسل بلبنان. عربيا صار. شو السبب برايك اللي ما خلاه ياخذ هالبطوله؟ في محاربه يمكن؟ لا، هو اصلا الممثل اللبناني ما كثير عم ياخذ حقه بالاعمال العربيه. هذا الشيء يعني بيرجع لسياسه المنتجين او المحطات او المنصات اللي عم يشتروا الاعمال. اوكي، طب اخر مره حدا قال لك برافو؟ برافو تينو. على طول، على طول في جوزي بيدعمني وبيقول لي برافو. انت بتدعميه؟ اكيد. اذا عندك ضيوف بالبيت ونعستي، كيف بتفهميهم هيدا الشيء؟ حسب اذا اخذي وجه عليهم ولا لا، وحسب هن اذا وقحين ولا لا. يعني بقول لهم، يعني بقول لهم مثلا سوري بدي نايم الاولاد وبكره عنده المدرسه، عندي وعي بكير. اذا فهموا فهموا، اذا ما فهموا بلش اتاوب قدامهم هيك انه بركي بيفهموا. يعني الحركات يعني حسب الوقاحه تبع الشخص اللي بالبيت. طب اذا انا كنت عندك مستضيفيتيني ونعست بدك تنامي، فرجينا. لا انت اذا مستضيفتك مستحيل انا. لا. طب اخر مره قلت لا على اي شيء؟ يمكن مثلا حدا بده يعمل لك طارتين لبنه، ايمتى قلت لا اخر مره؟ قلت لا لرفيقتي، قالت لي انه بدها نظهر انا وياها وما كنت قادره. شو ابشع لون عندك؟ ابشع لون؟ ما كثير بحب الرماده. ما بتحب الجري. طب غنيه بترقصك كثير؟ مساي ترى هاشك ماسترة. كملي. انا ما كثير خرج غني بس رح كملها. اوكي. مساي ترى هماشك ماسترة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا، ايوه انا مسيطرة يا حتة سكرة. وبدي وجه تحية للميس كان، هي على فكرة رفيقتي من أكثر من 10 سنين. عن جد؟ وأنا كثير فخورة فيها للشيء اللي وصلت له. تحية كثير كبيرة لها، وباركتي لها بأغنيتها الجديدة اللي نزلت من أسبوع. أكيد. طب مين داعمها للميس؟ موهبتها، كل شخص واصل موهبته داعمته. كثير عندهم مواهب ومش واصلين. حيجي نهار وحيوصلوا. بتحسيها بعد رح تلمع أكثر وأكثر لميس؟ أكيد. وجهي لها رجعي تحية هيك على الكاميرا، وقولي لها شي جملة شجعيها فيها تتكمل وتكمل. حبيبتي يا لميس، أنا بعرفك من زمان، من طفولتك، وبعرف عائلتك، وبعرف قديش أنت كنت طموحة لتوصلي ووصلتي، وبرافو عليكي، وما تخلي شي يوقفك، واللي جايك أحسن. اوكي، تحية كثير كبيرة لها لميس، ونحن أكيد بنكس بنحبها وبنحط لها أخبارها على طول. شاي أو قهوة أو عصير؟ قهوة. قهوة. تشيرت. سياسة بتحب تسمعي شو عم يحكي؟ بتتابعي سياسة؟ صراحة لا. ما في يعني ولا سياسة بتحب تتابعي له شو عم بيقول أما مواضيعه؟ بحب تابع فن أكثر. أوكي، شو بغنجوكي بالحياة؟ تيتي. تيتي. تيتي؟ كم مرة ضربت حدا كف؟ أوه كثير. أنا بضرب كفوف معنوية. لا
نحن ما بدنا معنويه، بدنا كفوف حقيقيه. لا ولا مره. ولا مره؟ لا، الا اذا حدا هو ضربني برد له اياه. طب اخر مره ضحكتي عشو كان؟ اليوم ما ضحكتي ولا مره؟ لا. لكن هن القصص اللي بتضحك بتصير هيك عفويه. الحياه يعني مثلا بتذكر شيء صاير من زمان مثلا. خليك زمان مش مضحكة يعني؟ لا يعني مثلا امبارح انا في بيي متوفى، حيصير له 3 سنين متوفى، بس هو كان حدا كثير مهضوم يعني. تذكرت له شيء يعني من زمان يعني، ايش يعني مهضومه بتصير بين 2 مزوجين يعني. مثلا امي عندنا نحن جلايه، كانت هي انه حاطه الجليات بالجلايه وبدها تدورها، قام هو فكر حاله عم يخدمها خدمه، قام راح فكر انه مخلصه الجلي، قام راح شالهم وضبهم بس هن وسخين، قام اجت هي صارت تقول له يا عمي شو عملت وهيك خربت لي كل شيء، انه تذكرت هذا الشيء ضحكت. على طول الميت لازم نتذكر الاشياء الحلوه تيضل عايش. ضلك تتذكري واخباره، الله يرحمه. ثانك يو. طب اعطيني شغله وحده بتستفزك، ام اكثر شيء بيستفزك بالحياه؟ بتستفزني الخيانه. والاكاذيب والعالم يلي بالوجه مرايه وبالقفا سرمايه. ها من الاخر يعني. من الاخر. طب رقم ما بتحبيه؟ ما عندي رقم ما بحبه. بتتشائمي منه؟ ما في رقم معين؟ لا والله. ما في رقم حظ طيب؟ 30، انا خلقانه ب 30 10. لما يقولوا لك انت مش قادره شو بتجاوبي؟ بقول لهم قادره ونص و100 نص. و100 نص. اعطيني فضيحه بتخافي يوصفوك فيها. طالما انا عارفه حالي اني مش مرتكبتها ما بيهمني، يحكوا اللي بدهم يحكوه. طيب لكل امراه تزوجت مش من زمان بجمله صغيره اعطيها نصيحه. قد ايه لك مزوجه؟ حيصيروا 7 سنين. 7 سنين اسمع. الزواج منه مثل ما فهموك سندريلا وقصص ومدري شو، في حلوه وفي مره. يا انت بتخلي الحلو يطغى على المر، يا انت بتخلي المر يطغى على الحر. اصبري، وطالما انت تجوزتي ما تخلي حدا يخليك تكرهيه او يخلص هذا الشيء الحلو اللي بيناتكم. حتى يعني انت ضد الطلاق بحياتك؟ ايه اكيد. انا اللي مفكر يطلق ما يتجوز، لانه الولد كثير بشع انه يربى بين امه وبي منفصلين. تينا كثير انبسطنا اليوم باستضافتك بالحلقه، شو بتوعد المشاهدين وشو جديدك؟ انا انبسطت اكثر، جديده مثل ما حكينا عنبر 6 الجزء الثاني، وسر وقدر على ال بي سي، وعرابه بيروت، وفي قصص هلا عم ينحكى فيها. وبوعد المشاهدين انه انا على طول حكون عند حسن ظنكم والى التقدم والافضل. واكيد المشاهدين كلهم ناطرين جديدك وكلهم بحبوك، واكيد تعرفوا عليك اكثر اليوم بالحلقه معنا. هيك كانت حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوها، ونحن بنطلع عليكم بكره بحلقه جديده. اكيد انطرونا. باي.